تمرين اللي بعده ربع ساعة الأخيرة يكون عضلات البطن. فبيكون بقالنا فترة ما بنلعبش عضلات بطن، من الصعب يعني إن أمنام على الأرض يالله وبطن بيبقى صعب الموضوع شوية، فاحنا هنستبدلها ببعض تمارين هتعجبكم للبيجنر. أول تمرين معانا إن أنا هشتغل حاجة اسمها الفاكيوم. الفاكيوم ده هعود جسمي على التنفس الأول، عشان إحنا عندنا أخطاء وإحنا بنتمرن الناس بتعمل تاخد نفس وهي بترفع الوزن وتطلع نفس وهي بتنزله، والمفروض العكس. فازاي نتعلم نتنفس؟ ده بيخلي تمارين عضلات الترانسفيرس اللي جوه تفتح معايا، ودي عضلات ببساطه عامله زي الكرسي كده بتحافظ على وسط، حافظ على الايه؟ الوسط بتاعك ده. فمن سوء التنفس مع سوء التغذيه مع ضعف عضلات البطن يحصل معانا الكرش. تعالوا نأهل واحده واحده. اول تمرين معانا ممكن اعمله وانا واقف، وده الفيرست كلاس خالص يعني البيجينر. انا بعمل ايه؟ بنفخ بطني، بعبيها هواء جامد تبان ان هي عندي كرش اهي، ده اكتر حاجه. وابتدي اخد نفس لجوه بس اشفط البطن تمام من السره، كاني حاطط السره كده من غير ما سوري عضلات الهبس تتحرك معايا. تاني بص اهو جوه من غير ما الهبس تتحرك، بطن بس، واظبط 20 ثانيه كده. مش كاتم ان انا ما اتكلمش، انا بتكلم معاك اهو بس شادد عضلة البطن، كاني زي ما بنزل المسرح كده بشد عضلات البطن. اوكي، كل ده انا شددها لجوه. طبعا في ناس هتقول لي انا ابتديت احس الام ورا هنا، هي بتسمع لاني الناس اللي عندها الاورديسوس اللي هو التقوس الظهري لقدام زي ما هو واضح قدامنا كده، بيبقى بسبب ان عضلات البطن ضعيفه فبتميل لقدام. دلوقتي انت بترجعها لورا مع شفط وتركيز، فبالتالي تبتدي تسمع هنا. لو عملتها صح هتحس الاحساس ده. هطلع تاني وهكرر 5 مرات. المرة التانية يلا اتحرك عادي بس شافت الفاكيوم اللي جوه تمام، ممكن ابتدي امشي بس شافت، ما سيبش عضلة البطن تهرب مني اهو تمام بالشكل ده تمام. 20 ثانية كمان ووقف. 8 مرات، 3 2 1. عشرين ثانية حاجة كويسة. التمرين ده أنا ممكن أعمله طول اليوم وأنا قاعد على المكنة، ما أسيبش بطني منتخية كده لقدام. برضه 5 مرات في 20، بس يستحسن طبعا ما تعملوش بعد الاكل مباشره، لان الضغط دوت بيخلي حركه الامعاء تخش في بعضها بيعمل لها اتروف فبيضايقها، فما يصحش يعني انت تعمله من شارب ميه كتير او لسه واكل. هريح اخر مره اهو، 3 2 1 جوه. وكده انا بعمل انقباض للعضلات العميقه او الديبس اللي جوه. طبعا في ليفلات اعلى من ده في التمرين، ان انا اعمل بلانك واشتغله، او ان انا اكون نايم على ظهري واشتغله مع الهيب لقدام لفوق سوري بسنة صغيرة. بس طبعا انا بتكلم لناس لسه بيجنر عايزة تبتدي تشد عضلات البطن الدنيا مريحة واحدة واحدة عشان خاطر العمود الفقري. 8 ثواني كمان. ايوه ستوب. وده كان التمرين ده. التمرين التاني ان انا بلعب تويست لمدة 2 دقيقة، وبعدين جانبيات لمدة 2 دقيقة، وبعدين اوطي واقوم عشان المنطقة ديت اللور باك برضو 2 دقيقة كده، 6 دقايق بلعبهم مرتين هيديني 12 دقيقة زائد تمارين الفاكيوم. كده هكون خلصت على بعض الكور، وده البيجيننج لاول فيرست اسبوع من شهر تحدي الشيبي او معنى صح التشينج. خلونا نبدا مع بعض. اول 2 دقيقة بالشكل دوت. وانا بلعب التمرين ده مش مجرد تويست بس، بحاول اكون شاد برضو فاكيوم ونشف عضلات بطني واعمل يمين وشمال بالشكل ده تمام. طبعا فيما بعد يعني في السيشنز الجايه اللي هيتابعنا هيعرف ان احنا ممكن نعمل شويه تمارين متداخله. هنا التمرين ده
هيكون مثلا دقيقة سريعة وباخد معاه ابس بلانك وبعدين بقوم تاني، هيلاقي شوية تغيرات جميلة جدا. هو البرنامج 30 يوم بصراحة حاجة عظمة، يعني تقدر تقول بيلت باي سايز طبقا لمناهج اي اس اس اي ناسام وايس. بنشوف افضل الروتينز اللي تنفع للبيجنرز عشان يقدروا يعملوا التمارين بسيفتي وفعالية في نفس الوقت. كده دقيقة ناقص دقيقة كمان. طبعا لازم يكون في ميوزك بقى وحماس والكلام اللي انتوا عارفينه ده، مفيش رغي زي ما احنا بنتكلم كده. يبقى اداء بقى ايه مع نفسك، سماعاتك في ودنك، بيكون نتيجته طبعا حرق اكتر، سعرات حراريه اكتر، تمام، مع زياده السرعه الاسبوعيه او اليوميه او العدد. يعني الدقيقتين دول سي انا بعمل عليهم روتيشن كده مثلا يعني 60 عد، بس بكره او بعده هيبقوا 70 عد. ليه؟ بقى في سرعه شويه في الاداء، بقى في فلكسبيليتي، العضله بدات تقوى اكتر، بقى في استجابه، ودي بتبقى حاجه طبعا من الاكيوت فاريبل فاريشن، تغييرات الشده بتاعه التمارين، مش شرط ان هو يكون ويتس، يعني تغييرات اداء الموشنز نفسه، الروحات البنيه، الحاجات دي كلها بتفرق في شده التمرين وفي النتائج اللي ممكن يحققها التمرين. كده دقيقتين، اغير دقيقتين بقى انزل واطلع بالشكل ده. في ناس تقدر تنزل لتحت ماشي حلو برضه، في ناس اخرها هنا كويس. تمرين مهم بيعمل تونينج برضه للهامسترينج والجلوتس ويشدها بلس اللور. ممكن اعد لنفسي عشان اعرف مثلا ان انا في الدقيقتين النهارده كنت بجيب سي 20 عده مثلا او 30 عده، فبكره في نفس الدقيقتين 25 عده، معنى كده ان انا في تحسن في السرعه والفلكسبيليتي في نفس الوقت للتمرين بتاعي المرونه. يعني كده فات دقيقه، الوقت بيجري معاكم ايه هوا يعني. ناقص في الغالب حوالي 8 دقايق على انتهاء التمرين، ساعة كاملة من تمرين تحدي 30 يوم تغيير شكل الجسم. ما تعملوش التمرين ده على الأكل على طول، إن الواحد النهاردة اتغدى متأخر ده طبعا سلوكيات خطأ.
تكون واقف جنب حاجه زي كده تحس لا قدر الله حسيتها تدوخ ولا حاجه تمسك، ده طبيعي هيحصل لك في اول التمرين انك عمرك ما بتعمل الكلام ده، فهنكون واحده واحده يعني مش لازم ان احنا نلف بسرعه كده. اول مره طبعا بتبقى بطيء خالص كل حكايه، موبيليتي فليكسبيليتي ادابتيشن للجسم لا اكتر لا اقل. ده اول اسبوع كده ناقص 30 ثانيه. متنساش واحنا بنلعب شادين عضلات الباي تمرين الفاكيوم اللي عملناه في الاول نفس القصه، واشتغل عليه هتحس ان هو افكتيف اكتر كتير جدا في اثناء الاداء عشان تبقى عارف منطقه الميد سيكشن دي اللي هي منطقه الوسط. كل ما تبقى قويه كل ما تبقى افكتيف بقى في تمارين الفاونديشنال في تمارين السبرينتس عموما، لان قدام شويه هندخل شغل البار والدنابل شويه عشان طبعا لازم نعمل تونينج نعمل عضلات صافيه سكلابتنج. هنشوف التمرين هيبقى عامل ازاي. كده خلصنا الدقيقتين دي نخش على الدقيقتين التانيين. اوطي روم في ناس ممكن تقول ايه ده انا حسيت بتطور في الاكسبيرتي اهو مع تاني دور بقيت شويه ها قربت من الارض، مفيش مشكله بس نصيحه ما تضغطش على نفسك انك تحاول غصب عنك تلبس الارض انك لسه بارد لسه راجع تمرين مش عايزين نعمل ايه مشاكل. التمرين بالدقايق اللي بقول لكم عليها ده مهم جدا يا جماعه محدش يستهتر بيه لانه مدروس فاهمني. واو 30 ثانيه اخر هاخد بقى دور بيبقى ايه انتوا فاهمين الدنيا. ستوب خش على الجناب اخر يا اخر دقيقتين سوري اهو شادد عضلات البطن بتاعتي عشان نختم الربع ساعة ونختم التدريب بتاع الساعة. متنساش ان بعد ما بنخلص في حاجة اسمها ستاتيك تمارين ستريتشات مهمه جدا ثابته غير الداينامكس دي عشان عمليه الريكفري، ودي اللي هتخليك المره الجايه تقدر تتمرن لانك ببساطه لو ما عملتهاش هتلاقي المره الجايه شد عضل جامد نتيجه تمرين الساعه من غير توقف اللي قلنا عليها. فهو النظام كله متكامل يعني كنت هتاخده لازم تاخد نظام كامل مش تاخد جزء وتسيب جزء، بالاضافه لجزء التغذيه اللي ان شاء الله هنزله تبع البرنامج دون بحيث ان اللي بيمشي على النظام يلاقي النتيجه بتاعته زي ما احنا ما بنقول زي ما نوريكم برده عشان العضله اخر دقيقه ها شد احمد شد ابطال عاش برافو برافو برافو. ممكن نهدي بقى لان خلاص هنقف مفيش اي حاجه تاني اهو على الهادي خالص. مثلا اربعه ثلاثة اثنين واحد ستوب. طبعا كده خلصنا الساعة، ما تنسوش الستاتيك ستريتشنج لازم